بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في درس اليوم، وبعد أن تعلمنا بعض الأشياء عن الـ CSS والـ HTML، الآن امسح كل ما تعلمناه من حاسوبك أو الأشياء التي أنشأناها، واذهب إلى النوت باد وأنشئ صفحة جديدة. اختر أنك تتكلم لغة الـ HTML، لأننا في هذا الدرس سنتعلم يعني أساس صفحة HTML، كيف نكتب أي صفحة HTML لإنشاء موقع إن شاء الله. أول شيء، يعني كما سبق وذكرت، فصفحة HTML تتكون من فصفحة HTML تتكون من HTML، ونغلقها، ثم تتكون من هيد وبودي. الهيد هكذا نغلقه، ثم البودي هو الآخر، ثم نغلقه. هذه هي صفحة الـ HTML، لكن الآن سنتعلم أشياء أخرى عن صفحة الـ HTML. لن نهتم بالهيد الآن، سنهتم بالبودي. البودي على ماذا يحتوي البودي؟ يعني يحتوي على أي شيء في الصفحة، نص، صورة، أي شيء في موقعك يكون في البودي. أول شيء سنتكلم عليه وهو الهيدر. الهيدر هو وسم، هيدر هو وسم يسمح لك، أو يعني الوسوم حتى وإن لم تضف كأسماء ستصنع الموقع، لكن أخطاء تصميم، أخطاء في التصميم، يعني لن يفهمها محرك البحث أو مصمم إذا جاء للتعديل عليه. الهيدر هو هذا، الهيدر هذا هو الهيدر. نضيف له صور، مثلا صورة كلوجو أو عنوان أو شيء من هذا القبيل. مثلا أنا أضيف له صورة وأضيف له هنا روابط الموقع. هذا هو الهيدر. يمكنك إنشاء أكثر من هيدر، سنراها قريبا في دروس قادمة. ثم يوجد الفوتر، هذا هو الفوتر. الفوتر دوره يكون في الأسفل، آخر الصفحة، عفوا، يكون آخر الصفحة، وهو هذا الذي يكون هنا، نضع فيه معلومات مثلا عن المدونة للتواصل معنا أو شيء مثلا هكذا. هنا تضع مثلا الحقوق كما ترى هنا، حقوق التصميم إلى غير ذلك. يوجد وسم آخر وهو الناف. ماذا يعني؟ وهو الروابط الأساسية للصفحة. الناف، عفوا، وهو الروابط الأساسية للصفحة. هذا هو الناف، يكون هنا مثلا. هذه هي الروابط الأساسية. أنا عندي رابط للغة الـ HTML، للـ CSS، للـ SEO، للإنترنت. هذه الروابط الأساسية للصفحة نضعها داخل الناف، كي يعلم محرك البحث أنها حقيقية أو أنها هي الرسمية في موقعك. ثم يوجد السيكشن، يعني لتنظيم محتوى الصفحة. ما هو السيكشن؟ أول شيء نكتبه هذا هو السيكشن. أين يمكن، لماذا نضع هذا السيكشن؟ هذا يجمع لنا محتوى الصفحة. كيف؟ سأذهب مثلا في مدونة بلوجر لا نضع السيكشن، سأذهب لمثلا موقع الجزيرة، مثلا الجزيرة الرياضية. انتظر تحميل الصفحة. كما رأيت، هذا هو الهيد، هذه هي الناف، لكن هذا هو السيكشن. مثلا كما ترى هنا، هذا السيكشن يحتوي على مباريات القادمة، هذا السيكشن يحتوي على أهم الأحداث، هذا السيكشن يحتوي على أحدث الفيديوهات، هذا على أحدث فيديوهات الأخبار. هذا الفوتر كما نرى. ثم يوجد الأسيد. ما معنى الأسيد؟ الأسيد هو وسم نضيفه ليعطي معلومات تكميلية للموقع أو لشيء، تدوينة ما، مثلا الأسيد يوجد
في ويكيبيديا مثلا، سأدخل لويكيبيديا، سأبحث عن شيء ما، مثلا سأبحث عن ميسي، سأبحث مثلا عن لاعب ميسي. لاحظ معي هنا أعطاك نص، هذا هو السيكشن. لاحظ السيكشن هنا ليو ميسي، السيكشن أعطاك صورة تكميلية لهذا النص، شيء تكميلي لما يوجد في الموقع ليو ميسي، ويعطونك هنا أنه لاعب كرة قدم، الصورة هنا يعطينك أنه يلعب في إف سي برشلونة وفي الأرجنتين وفاز بكذا وفاز بكذا. هذه معلومات تكميلية، يعني دون قراءة هذه النصوص هنا يمكنك أن تعلم معلومات عن اللاعب أو عن أي شيء. هذا هو الأسيد، شيء نضيفه تكميلي للموقع. مثلا هنا مشاركات شائعة، فهي تكميلية للموقع، يعني الشخص يدخل يرى مثلا هنا طريقة دمج صفحات فيسبوك يذهب لها مثلا، حتى وإن لم يكن يريد أي أصلا لم يدخل الموقع على هذا الشيء، قد يجد شيء تكميلي في الموقع ويدخل له. هذا دور الأسيد. ثم يوجد الأرتيكل، الأرتيكل تضاف عفوا أكتبها أولا أرتيكل، وهي تضاف لإعطاء يعني نضيفها للنصوص. ستقول لي أنت قلت لنا في الدرس السابق نضيف البي للنصوص، نعم البي أي نص تريد أن تكتبه تكتب بي، لكن هذه أرتيكل ليس فقط النص، ستكتب نص بعنوانه بصورته بكل شيء. المتصفح يعلم أن هذه الأشياء كلها متعلقة بذاك النص، سنرى هذا الآن بعد قليل. هذه هي بعض الأشياء التي جاءت بها الـ HTML 5، بعض أشياء كانت وبعض أشياء جاءت بها الـ HTML الخامس. سنرجع لنقرأ أو لندرس كل واحد على حدة. أول شيء الهيد أو الذي لم نتكلم عليه، ماذا نضيف فيه؟ نضيف فيه أشياء متعلقة بمحرك البحث ميتا، قد لا تعرف الميتا سنتكلم عليها في دروس السيو. الميتا تضيف له ربطه بالCSS، ربطه بالجافا سكريبت، يعني أشياء لا يراها الشخص أو لا يراها المتصفح، ليس المتصفح يعني الشخص الذي يدخل موقعك لا يراها الزائر. بالبودي هو الأشياء التي يراها الزائر، يوجد فيها الهيد. الهيد ماذا نضيف له؟ نضيف له مثلا عنوان الأشوان، هنا نضيف عنوان، ما هو هذا العنوان؟ مثلا سأنشئ موقع اسمه الخبير، ثم مثلا كما قلت يمكنك إضافة أكثر من هيد، أكثر من هيدر ليس مشكل، ويمكنك إضافة أكثر من شيء للهيدر. سنضيف الاشتو، ايضا سنضيف مثلا بلوك، هذا عبارة عن بلوك الاشتو، هذا هو الهيد، يعني نضيف فيه الاشياء ستظهر لنا فوق كما اريتكم ما معنى الهيد. بعد الهيد او الهيد الهيدر سنتطرق الى الناف. الناف كما قلت وهي الروابط الأساسية في صفحتي، وكما تطرقنا في درس سابق ذكرنا فيه الروابط دائما تكون داخل الـ UL أو الـ OL، وكلها أو سمتها هي الـ LE. ثم نعطي بعد إعطاء الـ LE نعطيها رابط الـ A الـ HRF، ثم نعطي أين هو الرابط. أنا ليس عندي رابط لأن أضع مربع، تعلم أن عندما لا يكون لك عندك رابط ضع مربع لا تضع شيء آخر. ثم أكتب اسم الذي سيظهر ونضغط عليه، سأكتب منيو منيو واحد، ثم أغلق الرابط وأغلق الـ LE، نعم أغلق الـ LE، سأنسخها لأضعها ثلاث مرات كي لا أعيد كتابتها اختصار الوقت، ثم أغلق الـ UL، ثم أغلق الناف. هذا جيد.
هنا مثلا موني 2 موني 3. بعد أن ناف كما قلت تضاف له الروابط الأساسية في موقعي، بعد أن ناف الآن ماذا سنضيف؟ سنضيف السيكشن، يعني أضفنا رأس الصفحة، أضفنا المنيو أو الروابط التي نريد. الآن سنضيف السيكشن، سنضيف السيكشن ماذا سنضيف داخل السيكشن؟ السيكشن كما قلنا يأتي لتنظيم محتوى الصفحة. ماذا سأضيف له؟ سأضيف له مثلا نص، سأضيف له صور، سأضيف له ما أريد. أنا سأضيف له أولا أرتيكل، كما قلنا أرتيكل. هذه الأرتيكل ستحتوي مثلا، أو أكتب أرتيكل، عفوا، ستحتوي هذه الأرتيكل على عنوان. هذا لاحظ لماذا وضعت هذه الوسوم. هذا العنوان بماذا يتعلق؟ بالأرتيكل نفسه، يعني هذا العنوان ليس عنوان للموقع، فقط للأرتيكل. سأكتب العنوان، سيكون مثلا تكست، ثم أغلق الأشوان، والآن أضيف النص الذي أريد. النص دائما داخل ب، سأضيف مثلا سالو أو أي شيء يخطر ببالك أكتبه، بيانفوني مثلا دون مون بلوغ مثلا، لا يهم ما تكتبه، نحن الآن نتعلم التصميم ولا نتعلم الكتابة، لا يهم ما نكتب. هذا نص أنشأناه أو أرتيكل. ننزل نحن داخل السيكشن، ها هي السيكشن هنا، ها هي أين مغلوقة، ها هي الأرتيكل، ها هي أين مغلوقة. يعني يمكن إضافة شيء آخر على السيكشن، وهو الأسيد مثلا. أسيد كما قلنا يظهر في جانب، هذا الأسيد سيكون متعلق بالسيكشن. مثلا هنا هو عبارة عن ترحيب، هذا عبارة عن ترحيب، يعني في الأسيد أيضا سأكتب مثلا أي شيء، معلومات للموقع، سأكتب مثلا الخبير 2013 مثلا، ثم أغلق الأسيد وأغلق السيكشن، هو أصلا مغلوق. جيد، بعد السيكشن وكما قلنا في الآخر يكون الفوتر، يعني نكتب أي شيء مثلا حفظ الحقوق أو أي شيء، سأضعنا مثلا الرابط، هذا الرابط، هذا الرابط يعني يؤدي للتواصل معي مثلا. سأضع، لأن ليس عندي روابط، سأضع هكذا، وسأضع كونتاكت مثلا، ثم سأغلق الرابط. الآن أكملت الفوتر، يجب أن أغلقه، الفوتر عفوا وضعته غلط هنا، لن أضعه داخل السيكشن بل خارجها، لأنه فوتر يعني خارج من السيكشن، فهو آخر الصفحة. السيكشن كما رأينا قبل في الجزيرة الريادية، فهو يكون في الوسط، يعني سيكشن. ثم هنا أضع الفوتر وأغلق الفوتر. هكذا أنشأنا صفحة HTML. سأعمل سيف، ثم سأعمل حفظ على الملف الذي كنا قد أنشأناه. أنا قلت لكم تلك الصفحة CSS وتلك الأشياء فقط امحوها، لن نحتاجها. سأسميه سيت، وضروري أن يكون .html، لأن
سيت ضعها ما تريد، لكن ضروري أن يكون HTML كما قلنا سابقا. الآن سأذهب لفتح موقع، ها هو هنا سيت.html، سأفتحه، سنجد ما كتبناه وهذه الأشياء هنا، الخبير العنوان الأول، هنا العنوان الثاني، هنا الروابط التي أنشأنا، هنا الأسيد وما كتبنا فيه وغيرها من الأشياء. لماذا أضفنا تلك الأشياء الأخرى؟ ستقول لي حتى وإن حذفناها سيظهر. نعم حتى وإن حذفناها سيظهر، لكن لاحظ معي، اضغط زر الفأرة الأيمن ثم اذهب إلى أفيشي لو كود سورس دو لاباج، ستجد الكود الذي كتبناه كما تلاحظ معي هنا. لما سيبدأ محرك البحث أو الروبوت أو مبرمج آخر يريد رؤية كيف أنشأت صفحتك، سيبدأ في القراءة، سيجد أن هذه الأشياء مفهومة. مثلا هنا لو لم تكن هنا أرتيكل وكانت الأشوان، سيظن محرك البحث أن هذه الأشوان تتعلق بالموقع ككل وليست فقط بهذا البي أو بهذه النص أو بهذا النص. لن يعلم أن هذا هو فوتر، لن يعلمها، لن يعلم أن هذه هي الروابط الأساسية، قد يتجاهلها، لن يعلم أن كما نرى في محركات بحث لما نبحث عن بعض المواقع نجد أنها مقسمة. سأحاول إيجاد بعض المواقع المقسمة، سأبحث مثلا عن موقع مشهور، مثلا سأبحث، سأرى يوتيوب مثلا، فيسبوك، فيسبوك، ها لاحظ معي الفيسبوك مقسم، هنا تسجيل الدخول، هنا فيسبوك تسجيل الدخول، المهم مقسم. هذه عبارة عن روابط الأكثر زيارة، يعني تضعها في الناف كما قلت، فيعلم المتصفح أن هذه الروابط هي الأساسية في صفحتك فيضعها لك هكذا، يعني مع المدة، وإذا أردت وضعها بنفسك تضعها، لكن يمكنك وضعها عادي بالناف والمتصفح سيضعها بنفسه. هذا الهيد، يعني هذا هو رأس الصفحة، أو نرجع إلى هنا، هذا هو الهيد، هو رأس الصفحة، يعني المتصفح أو الروبوت أو الشخص الذي يزور موقعك كمبرمج أو كمصمم، لما سيرى الكود سيفهم، ليس وكأنك كتبت كل شيء عادي هكذا. هذه كانت عن الـ HTML، هذا الدرس فقط عن الـ HTML، لم نريد إدخال الـ CSS لأني أريد فقط تفصيل الـ HTML. كما لاحظنا هنا الألوان فقط هي ألوان افتراضية للمتصفح جوجل كروم، هي كل شيء عادي، لم ندخل أي شيء بالـ CSS. فستقول لي وأنا قلت له هذا مثلا ناف ووضعه لي فقط هكذا عادي، وقلت له أن هذه سيكشن ووضع على هنا أنا أريد في المكان الفلاني، أنا لا، هذه الأشياء من اختصاص الـ CSS. الآن ركزنا عن الـ HTML، فهمنا الـ HTML كيف تكتب أكواد الـ HTML. هذه الصفحة لو حفظتها هي أحسن، يعني صفحة ممكن أن ننشئ بها جميع المواقع، هذه الصفحة ننشئ بها جميع المواقع، أي موقع ننشئه انطلاقا من هذه الصفحة، لهذا راجع هذه الصفحة جيدا. ثم في الدرس القادم إن شاء الله نعطي أشياء أخرى، سنحاول إدخال الـ CSS على الصفحة، ثم في الدرس الذي يليه إن شاء الله سنحاول إنشاء موقع، موقع جيد بالـ CSS بجميع أشياء التي سنحتاجها، موقع احترافي عادي، ولكن سيكون ليس بالـ PHP أو شيء، بالـ CSS والـ HTML. إلى ذلك الدرس إن شاء الله. يمكنك إذا كانت هذه هي أول زيارة أن تعمل اشتراك على القناة لتتوصل بالفيديوهات الأخرى، ويمكنك أيضا زيارة المدونة، مدونة الخبير، على الرابط التالي هنا الخبير.blogspot.com. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.